Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Riz Abdullah Saya dari Rahman, Ciputat Rahman, saya akan mentasmikan Rahman, ya Rahman, billahi Rahman, ya

fayunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun saya halifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim li anhum fa'ridu anhum innahum rijs WAMA'WAHUM ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun يخلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله ألا يعلموا حدود ما اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربه لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat wa a'adda lahum jannat ya tajri tahtahal anharu qalidina fiha abada. zalikal fawzul azim وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim alam ya'lamu ya anna allaha huwa yuqbalu at 'an 'ibadihi wa ya'khudhu wa anna allaha tawwabur rahim

والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإلقادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن in aradana illal husna Wallahu yashhadu innahum lakathibun La takum fihi abada La masjidun ussisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an taquma fihi Fihi rijalu yuhibbuna ayat taharu wallahu yuhibbul mut fi rijalu yuhibbuna ayyata tuharu wallahu yuhibbul mutahhirin Afaman asasa bunyanahu ala taqwa minallahi waridwanin khairun <tuhirin> 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 Wahai duanin khairun am an asasa bun ya na huwa har ya fana bihi robihi fi jahanam wawa hula ya dil kowo ma "لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم wa amwaluhum wa amwalahum bi annal lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fa wa yuqatalun wa adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdih فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، راكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين "ما كان لأهل المدينة وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا, ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم" Wama ma kana istighfaru Ibrahim li abih illa am mau'idati wa'adaha iyahu falamma illa am mau'idati illa am mau'idati wa'adaha iyahu falamma tabayyana lahu an

Allah allaha bikulli syai'in 'alim innallaha lahu mulku samawati wal-ard yuhyi wa yumit wama lahum min dunillahi min waliy wal nashir 'ala والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوا الأنصار الذين اتبعوه في ساعة العشرة الذين اتبعوه في ساعة العشرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنهم بهم رؤوف إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ما جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لاهل المدينه ومن حولكم من الاعم ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسك ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله

ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين وإذا ما أنذرت سورة فمنهم من يقول أيكم ذانته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنه يفتنون في كل عام أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم inna sarafu صرف Allah kulubahum bi annahum qawmul la yafqahun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum harithun alaikum harithun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim

Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Ra Tilka ayatul kitabil hakim akan lin nasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين

اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا, لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يشكر يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun Inna alladhina wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi'imanihim Tajari min tahtihimul anharu fi jannatin na'im da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil rabbil alamin walau yu'ajjilullahu linnasi syarwasti ajalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا punya alamma kasyaafna an hudurwahhumar waka alamnya daruna ila Durim masah kaza kazo il musrifin namaakanuang malun wala koda ahalalaknal quun Mi qbalikkum lamin ma wajah wa ja'athum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyuminu kadzalika najzil qaumal mujrimin thumma ja'alnakum khalaifa fil ardi mim ba'dihim linadhura kaifa ta'malun

tabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmi azim kullau sya'a allahuma talautuhu alaikum wala adarakum bih faqad labistu fikum umuram min qablih afala ta'kulun faman awlamu mimman iftara 'ala allahi kathiban aw kathaba bi ayatihi innahu la yuflihul Mujarimun wa ya'buduuna min duni allahi ma la yadruhum wa la yanfa'uhum fa